حملة فرعون. هو الفيلم عجبنا فيه اكشن وكده بقى. عشان فيه اكشن برضو والله عجبنا. داخل في حرب فرعون. كازابلانكا. كازابلانكا. عشان امير كرارة. كازابلانكا. انا بحب امير كرارة وياسر جلال والناس دي. كازابلانكا. يعلنوا كويس. كازابلانكا. عشان حبيت عشان امير كرارة. كازابلانكا. لانه في شغل اجنبي وشباب من الافلام اللي حديثه يعني ولسه حاجه جديده لسه اول مره اشوفها. كازابلانكا. مشوق. كازابلانكا يعني فيلم حلو. خلاص اسمه ايه يا عم؟ اسمه حرب فرعون. حرب فرعون حلو واكشن وحلو. حمله فرعون عشان فيلم الصراحه حلو وعجبني. حمله فرعون. كازابلانكا عشان امير قرار. كازابلانكا. امير قرار نجم مودش يعني ومعروف ومشهور. ان شاء الله نخش فيلم حمله فرعون. اشمعنى فيلم اكشن وفي عم محمود احمد سعد جامد تمثيله بتاعه يعني رايق. فيلم حمله فرعون اكشن وحلو وفيه مصارعين. امير كازابلانكا عشان امير قرار عشان تمثيله حلو. حمله فرعون حلو. اسمه حرب فرعون. حمله فرعون فيلم حلو اكشن. كازابلانكا. لا لا انا اخد مع دول. كازابلانكا يعني بتاعها حلو. كازابلانكا برضه فيلم يعني اثاره وحلو متعه. داخل معاهم برضه. معاهم داخل معاهم ايه؟ كازابلانكا برضه عشان حلو.